الحرب على قطاع غزة قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل. هذا ما توقعت شركة ليدر كابيتال ماركتس للاستشارات المالية في إسرائيل. تقرير للشركة قال إنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية. وتقدير 48 مليار دولار أقل من تقديرات سابقة بينها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي في تقرير قبل أيام أن كلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل ربما تبلغ 200 مليار شيكل، أي ما يعادل 54 مليار دولار. وفي أكتوبر الماضي قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلف الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يومياً، مشيرة إلى أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر. أرقام ليدر كابيتال ماركتس تعني أن الحكومة الإسرائيلية ستضطر ربما إلى الاختلاط مجدداً في شق طريقها خلال أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن بحسب وصف وكالة بلومبرغ.